مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد الأسماء الخفيفة في النطق والقوية في المعاني، ومع خفتها وقوة معانيها إلا أنها من الأسماء التي قليلا ما نسمع بها في وقتنا الحاضر. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم صمود. صمود اسم علم مؤنث من أصل عربي، وهو مصدر للفعل صمد أي قاوم وثبت، يقال صمد في مواجهة العدوان أي تحمل وقاوم بصبر وجلد. والصمود هو الثبات والرسوخ في مواجهة العدوان بصلابة وحزم، الصبر والتحمل على العطش والجوع في وقت الشدة والضيق، الاستمرار في رباطة الجأش والشجاعة. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة واثقة من نفسها، حادة الذكاء وقوية الحجة في النقاش، محبة للاستقلالية عمن حولها وتتمسك بمواقفها بعناد واضح متى استدعى الأمر، مندفعة بدرجات كبيرة وصريحة أحيانا للدرجة التي قد تجرح معها مشاعر الآخرين، صابرة وتتحمل الصعاب بكل ثبات وقوة، مستعدة ولا تتوانى عن مهاجمة من يستفزها. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم صمود؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.